اتكلمنا عن القنوات على اليوتيوب، نتكلم عن الديكشنريز او القواميس الاونلاين، ذا بيست اونلاين ديكشنز. انا برشح تو اونلاين ديكشنريز. الناس اللي متابعيني من زمان يعرفوا ان انا بحب ريفرس كونتكست جدا جدا جدا، وهو من اهم مزايا انه بيدي لك الكلمه في سياق كونتكست حتى تفهم الكلمه فهما عميقا. ايضا في اكستنشن على كروم اللي هو ده شكله، فانت بتنزله هنا اي وقت انت مش عارف كلمه معينه بتيجي عليها وبتضغط كليك ويقول لك معنى الكلمه. هفترض ان انا ما اعرفش كلمه words معناها ايه، اجي هنا واضغط على translate with reverse context، هيطلع لي الكلمه، هيطلع لي معناها، هيديني اكتر من معنى ويديني كمان الكلمه في سياق. اما القاموس الثاني فهو قاموس كامبريدج اونلاين، وما ننساش اسمها كامبريدج، ما قولش كامبريدج، كامبريدج بالاي كي كده. كامبريدج ديكشنري، هاجي هنا اضغط على الصوره، اروح على طول على الديكشنري. طبعا هذا القاموس لا غنى عنه، من اهم مزايا الرائعه انه يعطيك النطق البريطاني والنطق الامريكي للكلمه بشكل متقن. انا ارشح هذا الديكشنري وهذا الديكشنري، ريفرس كونتكست وكامبريدج ديكشنري. ايضا من المصادر التي ارشحها واوصي باستخدامها موقع اسمه يوغليش. موقع يوغليش من افضل المواقع اللي ممكن من خلالها نحسن النطق بتاعنا. ازاي؟ ان انا كلمة معينة انا مش فاهمها، مش عارفها، اكتبها في الموقع ده والموقع بشكل تلقائي هيجيب لي مقاطع فيديو سواء من اليوتيوب او اي مكان فيها هذه الكلمة ويكتب لي الكلام بالانجليزي تحت، فانا هسمع واقرا في نفس الوقت. لو ضغطنا على كلمه يوغليش هروح على طول على الويب سايت، فانا مسهل لكم كل حاجه، فقط جاست كليك وتروح على طول على الموقع. وافترض معاكم ان انا جيت على مقاله مثلا من الاندبندنت زي المقاله اللي كان محمد صلاح بيتكلم فيها عن موضوع عمرو ورده، وبينما انا اقرا المكتوب باللغه الانجليزيه لقيت هذه الكلمه اللي انا مش عارف مثلا نطقها او معناها، اعمل ايه؟ هاجي على يوغليش واكتب الكلمه واقول له say it، ولما كتبت له الكلمه جاب لي على طول اهو مجموعه من الفيديوهات، بيقول لي عندك 133 فيديو هنطق لك في هذه الكلمه، كلمه جيلوتين اللي معناها المأصله. فده من المواقع الرائعه اللي انا حقيقه ارشحه لكم بقوه ان انتم برضو تحاولوا تستخدموه. نيجي بقى للابليكيشنز او التطبيقات اللي ممكن ننزلها على تليفوناتنا ونحاول نحسن من خلالها اللغه الانجليزيه. تطبيقات الهواتف الذكيه، انا عندي هنا تطبيق اسمه ميمرايز، وده تطبيق انا شخصيا بطبقه على ابني علي 10 سنين، بما اننا عايشين في امريكا فللاسف اللغه الانجليزيه بتكون طاغيه اكتر على اللغه العربيه لان طول اليوم في المدرسه وكده، واللغه الانجليزيه بتكون هي المستخدمه معظم الوقت، العربي بيكون فقط في البيت فبيكون مش بالدرجه زي اللغه الانجليزيه، فبطبق عليه بقى هذا الابلكيشن للغه العربيه، وحقيقه انا شايفه تطبيق رائع وجايب نتائج حلوه معاه. ميمرايز من المواقع الجيدة. ايضا اضغط هنا وتروح على طول على الويب سايت. ده الويب سايت بتاعهم، طبعا في اشياء مدفوعة لكن احنا هناخد بس الجزء المجاني. هنا ده التطبيق سواء كان من جوجل بلاي او من الاب ستور. التطبيق الثاني وانا حقيقة بستخدمه مع طلابي في جامعة اريزونا هو تطبيق كويزلت، وانا كاتب لكم هنا ان انا فعلا بستخدمه لطلابي سواء كان للغة العربية او للغة الاعلام الميديا او للعامية، كل هذه الاشياء كويزلت مجاني الا لو انت عايز يعني تشتري النسخة المدفوعة لو انت حابب بقى تسجل بصوتك، لكن ده مش مهم. كويزلت انا بعتمد عليه، طلابي بيعتمدوا عليه، وحقيقة مدارس كتيرة جدا في امريكا بتعتمد على هذا التطبيق. اذا عندنا تطبيقين، تطبيق ميمرايز وتطبيق كويزلت.